مرحب بحضراتكم مره ثانيه استكمالا طبعا الكلام مع كابتن وليد. اكيد يعني خلاص احنا يمكن كلامنا عن اللائحه ويومين كانوا جمال جدا وانتهت زي ما بقول انتصار للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. دي حاجه كانت مميزه جدا في اليومين اللي فاتوا كابتن وليد. يعني بالرغم ان احنا خلاص يعني كلامنا عن اللائحه منتهي، ولكن زي ما بنقول ايه اللائحه او التصويت كان شغال، والناحيه الثانيه فريق الكوره بالنادي الاهلي شغال والامور ماشيه، وده ميزه كبيره في النادي الاهلي. الفصل ما بين الجزء اللي ممكن يكون فيه مشكله، ولكن تلاقي فريق الكوره شغال والاداره شغاله والفريق الكوره والامور ماشيه بشكل جيد جدا. ودي حاجات احنا اتعلمناها من موروثات من النادي الاهلي، وبشكر مجلس الاداره عليها. واي مجلس اداره بيبعد فريق الكوره عن اي عمليات يكون فيها جدل انتخابي. يعني في لعيبه كتير جدا اعضاء ويقدروا يجوا، والجهاز الفني اعضاء ويقدروا يجوا ويصوتوا، لكن فكره ان انا باخد البعثه كلها واطلع بيها بره جو الـ الانتخابات في النادي الاهلي، دي حاجه محترمه جدا. بتحصل بقى في تصويت على اي حاجه، في اي وجود اعضاء جمعيه عموميه في اي انتخابات، دي حاجه محترمه جدا، لان ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. صحيح يعني انت صحيح. انت مش يعني مش عارف اقولها ازاي، بس انت لعيب الكوره ده ليه جماهير وليه ناس بتحبه وليه، وانت اكبر من انك انت تستعين بلعيب. يعني مجلس الاداره دايما في النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اكبر بكتير مهما كانت نجوميه اللعيب ده. انا مش عايز اجيب اسماء، بس في كل الاجيال بلو يعني التخان، مهما كنت انت في الاخر لعيب في النادي الاهلي. مستحيل توصل لمرحله ان انت تقارن بمجلس الاداره. مجلس الاداره في فئه تانية خالص، ورئيس النادي في فئه ثالثه خالص. يعني رئيس النادي الاهلي ده موضوع تاني، ومجلس اداره النادي الاهلي موضوع تالت. ممكن لعيبه بتحب اعضاء مجلس اداره، مجلس اداره طبعا بيحبوا لعيبه النادي الاهلي اكيد. ممكن يبقى فيه تواصل، يبقى فيه زيارات، يبقى فيه مناسبات، اروح لك فرحك، اروح لك السبوع بتاع بنتك، مفيش مشكله. لكن في الشغل يستحيل يرتقي لعيب الكوره في النادي الاهلي لمستوى مجلس الاداره. صحيح. دي حاجه احنا اتعلمناها، وانت عارف يعني احنا كنا اديناها للي بعدينا واللي قبليها واللي قبلينا خدناها منه. وما ينفعش ان انت كلاعب كوره اخرك المدير الكوره بتاعك، ومدير الكوره اخره لجنه الكوره، ولجنه الكوره بعد كده رئيس النادي. وما ينفعش ان اللعيب يروح رافع سماعه التليفون يكلم رئيس النادي. ده صحيح. مش مسموح في النادي الاهلي غير في حالات استثنائية طارئة. يعني لما يكون في حاجة بقى مثلا زي بتاعت حجازي دي كده، اللي هو يعني عرض وعرض خرافي ورغبة كبيرة جدا من اللاعب، فيستأذن مدير الكورة ويستأذن المدير الفني ان انا عايز اطلع التماس مباشر لرئيس النادي، ان انا عايز اقول له ان ده مثلا حلم حياتي. صحيح. ان دي حاجة خلاص انا يعني لو ما عملتهاش في السن ده هيبقى عندي مشكلة. استثناءات صحيح، لكن مش القاعدة. مظبوط. علشان كده النادي الأهلي ماشي كويس وماشي بشكل كويس. ف يعني دي نقطة مهمة. طيب يعني كابتن، يعني أنا عايز أتكلم عن النادي الأهلي، لكن الأقرب للمباريات هو مباراة منتخبنا الوطني. يعني طبعا كلنا بنستعد ليها، طبعا عندنا نجوم من فريق النادي الاهلي موجوده في طبعا انضمام صالح جمعه، انضمام مجموعه من اللعيبه. احنا كنا من خلال طبعا اخر المباريات كانوا متالقين بشكل كبير، دي حاجه كانت مميزه جدا. رؤيتك بقى للمباراه القادمه كانت مريضه. كنت اتمنى انضمام مؤمن زكريا كمان. يعني انا مؤمن واحد من اللي شايفه ان هم مظلومين ان هم ما بيروحوش منتخب مصر. صحيح بيلعب الناحيه دي تريزيجيه ورمضان، والراجل مقتنع بيهم مليون في الميه، بس برضه مؤمن زكريا عنده حاجات كتير قوي يقدر يفيد بيها منتخب مصر. تمام. مؤمن زكريا في سن يجمع ما بين اللياقه البدنيه العاليه جدا وما بين المهاره العاليه جدا وما بين الخبره الدوليه. فانا بشوف ان برضو يعني مستر كوبر يعيد النظر تاني في وجود مؤمن. يعني النهارده انت ما خدتش عمرو ورده لسبب او لاخر، ان شاء الله يرجع بالسلامه باذن الله، واحد من نجوم منتخبنا. بس هي الفكره ان مؤمن انا بشوفه بيمشي مع النادي الاهلي متالق بشكل كبير جدا، عمل نهائي الكاس، عمل بطوله الكاس، عمل الدوري بشكل رائع، واحد من الهدافين للنادي الاهلي. يلعب يمين، يلعب شمال، يلعب في النص، يلعب راس حربه تاني، مؤمن ممكن تستغله بشكل او باخر. فبس عندي يعني
تحفظ شويه على عدم انضمام مؤمن. لكن بقيه اللعيبه يا كابتن بتشوف ان الامور يعني مؤمن انت بتقول الجزئيه مهمه، عدم وجود مؤمن ده لحد ما من وجهه نظرك كان لازم يكون موجود حتى لو كان يبقى بديل لو قدر الله ما احنا مؤمن حصل لنا كابتن قبل كده. مؤمن واحد من احسن البدلاء في بيعملها بشكل كويس قوي. يعني خد بالك احنا بس عشان نفهم الساده المشاهدين بسرعه، البديل ده مش واحد بيسخن وينزل، لا هي طبيعه لاعب. صحيح. يعني في لعيب جسمه بيبقى عايز وقت طويل قوي قبل ما يخش في الجيم على ما يتاقلم مع جو المباراه. كان الكابتن هادي خشبه مثلا واحد من الناس اللي هي ما ينفعش يبقى بديل خالص، لازم هو اصلا يبتدي التسخين بدري وبعد المباراه لما تخلص ممكن نلعب مباراه تانية، لانه بيدخل في الاجواء يعني عايز وقت. صحيح. في لعيب تاني مثلا نقول زي مؤمن مثلا، في لحظه لو يعني بص اول ما هينزل الملعب اكنه بيلعب واخد نفس رتم السرعه. صحيح. ولو حد خبطه يقع ويقوم بسرعه اكنه بيلعب في المباراه من اولها. فهي دي بس نقطه مهمه، لكن وجود طبعا صالح جمعه، وجود حسام عاشور عوده للمنتخب، وجود نجومنا كلهم طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب. طيب رؤيتك بقى للمباراه القادمه كابتن والفرص، خلي بالك بقى يعني احنا في كلام او مش كلام، ده هي حقائق. انت لما تتكلم لمكسبك للمباراه القادمه كابتن، انت بشكل كبير بشكل كبير بتاكد ان انت ان شاء الله داخل كاس عالم. ده حقيقي، بس هي المشكله ان المباراه دي صعبه مش يعني سهله طبعا، مش مباراه من المباريات السهله. يعني اقول لك اوغندا هنا ان شاء الله هنكسبها، ان شاء الله هنكسبها بشكل كويس، لكن انا عندي كذا عنصر انا شخصيا اقلق منهم. يعني رقم واحد الجو، رقم اتنين انا عارف ان اللعيبه هتكون صايمين، فبالتالي صيام مع جو مع درجة حرارة عالية مع الساعة 3 الظهر مع احتمالية سقوط أمطار في لحظة، في أي لحظة ممكن في أوغندا في كامبالا يحصل سقوط أمطار شديد جدا. صحيح. فالأجواء كده أنا يعني بتبقى دايما أجواء أفريقيا دي، خصوصا لما يكون عندك عدد كبير كمان من المحترفين، الناس جاية بتلعب في الانفيلد، بتلعب جايه من ارسنال، جايه من ليفربول، جايه من ستوك سيتي، جايه من ويست بروميتش، جايه من انديه اوروبيه، وجو مختلف تماما. صحيح. في اوروبا والمساله مختلفه. عايز كمان نقطه، اللعيبه مهم جدا انها تعرف ان ده حلم شعب، هتروح تقول لي الارض مش عارف ايه الجو ايه، اصل انا صايم اشيل رجلي العب بالراحه انقل بس اعمل استحواذ وملعبش بكل قوه ورجوله واحط رقبتي في اي سن جزمه، مش هتكسب غير كده. في افريقيا وانت عارف انت راجل جربت وجربت وغرز وخدت غرز كتير وجربنا، ومش هتكسب في افريقيا غير كده. تقدر تكسب هنا كده انك تقدر تعمل استحواذ والملعب حلو والجو حلو وتقدر تلعب عليهم تكتيكيا، لكن في افريقيا في التوقيت ده بقوة المباراة دي الناس هتنزل تاكلك. فلازم حجازي، لازم إذا كان هيبقى ممكن محمود عزة، ممكن يكون حد من اللي موجودين، عبد الشافي طبعا، أحمد فتحي ما تكلموش لأنه هو من الناس، طارق حامد، النني، صلاح، عبد الله لو هيلعب، رمضان، الناس اللي هي إيه بتلعب في الملاعب الحلوة وبتبقى عايزة كرة حلوة، انت ممكن هناك تتعرض لكل الانواع عشان تتغلب، لان اوغندا لسه في اللعبة واوغندا عايزة تكسبك هنا علشان تحاول تيجي هنا تعمل تعادل. صحيح. وتبقى هي دخلت في الجيم، في الجيم. صحيح. فهي مباراة مصيرية فعلا. مباراة مصيرية للفريقين. وكمان لغانا. انت لو كسبت اوغندا هنا ده معناه ان انت ان شاء الله كسبتها عندنا، يعني لو كسبت اوغندا في اوغندا يوم الخميس الجاي ده بنسبة كبيرة معناها ان انت ان شاء الله هتكسبها في برج العرب. صحيح. لان انت هتبقى طلعتها من البطولة. فبالتالي مباراة انا شايفها صعبة، وكويس ان اتحاد الكورة يعني مشكورا ان هو عمل طيارة خاصة، دي حاجة كويسة يعني انا بحييهم عليها، لان مهم جدا ان اللعيبة تروح وهي مستريحة، مهم جدا الناس كلها جاية من سفر وجاية من سفر طويل وطالعة على سفر طويل وفي وسطهم تدريبات، مهم جدا ان يكون البعثة كلها مستريحة تأدي تمرينين هناك، متهيألي هو سافروا 29 ومباراة 31، يعني هيتمرنوا تمرينة تقريبا على الملعب. البعثة كلها كابتن باللاعبين كلهم تقريبا هيسافروا كلهم، لسه ما خدوش يعني إلى حد ما. احنا كان معانا المهندس إيهاب الهيطة النهاردة وقال إن لسه، لأن في
الناس كمان فيها شك في الاصابه يعني ما بين مصطفى فتحي لسه ما ادوش التقرير الطبي النهائي ان هو هيكون موجود معاهم ولا لا. محمود عزت نفس الموضوع يعني ممكن وممكن في رباعي ممكن يكونوا موجودين وممكن يستبعدوا محمد عواد وفتحي يعني مش عايز، لكن ممكن مستر كوبر يصمم على ان يعني البعثه كلها تروح 30 كلهم برضو هي بتبقى حته معنويه ونفسيه كابتن طبعًا احنا كان بيستخدمها بعض المدربين حته ان كله بقى مع بعض ومتجمعين هذه خصوصا انها طياره خاصه. بالظبط طياره خاصه تبقى انت ما عندكش مشكله في الاماكن وفي العدد وان شاء الله باذن الله يروحوا ويرجعوا بالسلامه، اهم حاجه كلهم يبقوا سلام وان شاء الله يعني بس يدخلوا المباراه بالاستراتيجيه اللي بقولك عليها ان ده حلم شعب. ان انت علمك هيترفع في روسيا 2018 هتقول لي من المباراه دي، اقول لك من المباراه دي مشروع قومي يا كابتن. مع ان احنا المفروض مش عايزين المفروض نوصل يعني المفروض ان احنا نكون احسن من منتخب يعني افريقيا. لكن كابتن شايف من وجهه نظرك ان هيستمر مسيرة الكوبر في طريقه اللعب في طريقه او طبعًا. شكل الاداء اللي لا ده مليار في المية شعري قبل كده؟ لا ده مليون في المية كان غيرها قبل كده، لكن هو لا مليون في المية استراتيجية اللعبة ما بتتغيرش، أهم حاجة نكسب بيها. تتغير ما تتغيرش مش موضوعنا، لكن هنرد نص ملعب طبعا أكيد. هنرد كل الفرقة نص ملعب، ممكن يلعب بكهربا كمهاجم، ممكن يلعب بعمر جمال كمهاجم، أيا كان مين مهاجم من منتخب مصر، لكن هو هيبقى على قوس خط وسط الملعب، هيبقى تحتيه صلاح وعبد الله وتريزيجيه غالبا او رمضان زي ما يختار مستر كوبر، هيبقى النني وطارق حامد او حسام عاشور برضو زي ما يختار، ما عندناش مشكله في الافراد، لكن اهم حاجه ان هم ينفذوا الطريقه دي يا كابتن فاروق. بتعتمد على حاجتين، الشق الدفاعي ان انت تكون شغال بقلب وبروح وتبقى انت مضيق مساحات الملعب، لكن اول ما الفرقه تخش في نص ملعبك يبقى فيه بلغه الكره كده مفرمه صحيح. ضغط جامد جدا وضغط عالي وما تخافش وتخش. ادي الجزء الاولاني. الجزء الثاني لا يقل اهميه، وده اللي خسرنا مباراه تونس لان انت عملت جزء ونسيت تعمل الجزء الثاني على مدار ال 90 دقيقه، اللي هو ان انا حضرتك لما اقطع الكوره لازم ابقى محضر حاجه بقى لقدام صحيح. يعني ما ينفعش ان انا طارق حامد يقطع الكوره او عاشور او النني وبعد كده ما الاقيش بيجري غير صلاح او الباقي كله لورا، او ان عبد الله نازل قوي في حضن الاثنين الديفندرين فيبقى في سبعه ثمانيه تحت خط الكوره ومفيش غير راس حربه وصلاح. طب ما هو يمسك صلاح والسردباك ماسك وواحد مغطي وسلام عليكم صحيح. هو الراجل عمل كده يعني فوزي البنزرتي الكابتن طبعا فوزي البنزرتي المدرب الكبير ما هو عمل كده. فبالتالي انت النهارده قفل الراجل علي معلول على محمد صلاح، محمد صلاح صحيح. وراح رايح السردباك مايل والديفندر مايل خلاص انتهى الموضوع. فانت الفرق هتقابلك كده الفرق بقت حافظه زي ما انت حافظ الفرق وبتتفرج على ماتشات وبتتفرج على شرايط كتير جدا لمنتخب اوغندا، منتخب اوغندا بيتفرج لك على ماتشات وعارف ان حضرتك هتقطع الكره من اي حته. نبيل معلول بس كابتن تصليحا مش البنزرتي. كابتن نبيل معلول صح كابتن نبيل معلول. انا بقول برضو البنزرتي عشان كان لسه مع الترجي الترجي داخل مع معانا علشان تونس، وكان مين اللي بيلعب الديفندر بقى في نص الملعب؟ الراجل اللي كان بيميل على علي معلول، يعني هو كان عامل حاجه كويسه قوي. حمزه الاحمر كابتن تقريبا؟ لا مش حمزه الاحمر، لا في اسم تاني في نص الملعب كان عامل حاجه كويسه قوي، علي معلول والديفندر والسرد باك، الثلاثه دول عاملين كماش على محمد صلاح، اول ما منتخب مصر يقطع كوره الراجل الديفندر يميل والسرد باك يميل، فبقى محمد صلاح مخنوق بلغه الكوره لدرجه ان الاستوديو التحليلي وقف كوره او كورتين فيهم اربعه على صلاح وخدوا الكوره منه يعني يعني انا متهيألي علي معلول كان بيلعب قدامه يوسف المسكني، لكن الديفندر مش فاكر يعني متهيألي بن عمر، متهيألي امين بن عمر، متهيألي هو اللي كان بيميل على علي بن عمر. ايوه محمد امين بن عمر هو اللي كان بيميل على علي معلول. فبالتالي انت الناس درساك زي ما انت دارس الناس صحيح. فالنهارده انا محضر ايه بقى مختلف؟ هل يعني لما اقطع كوره واحطها لعبد الله هل النني عنده امكانيه ان هو يضرب خط نص الملعب ويزيد؟ هل رمضان او تريزيجيه اللي بيلعب ناحيه الشمال بنفس القوه والسرعه بتاعت محمد صلاح؟ هل طيب لما انا ابني الهجمه دي هل الاطراف دول هيطلعوا ولا هيفضلوا ثابتين لغايه نص الملعب؟ هل احمد فتحي وعبد الشافي لو هم اللي بيلعبوا ليهم مهام هجوميه ولا لا؟ يعني انا بقى علي معلول هرانا من الحته دي صحيح. يعني كان احمد فتحي انا بقول لك احمد فتحي نجم منتخب مصر في المباراه دي دفاعيا،
لان هو كان بيلعب على 3 4 كلهم وعلي معلول تحس ان هو مش باك ليفت اكنه وينج ليفت. فبالتالي انا برضو هل الناس دي واخده القدرات دي ولا مش واخداها؟ كل ما تضغط نفسك كل ما الامور هتبقى صعبه بالنسبه لك طبعا. كل ما يبقى انت عندك الشق الهجومي زيه زي الدفاعي ان شاء الله هنبقى زي الفل. ان شاء الله هنقطع الكوره وحطينا لعبد الله محمد صلاح طاير وتريزيجيه طاير وعمرو جمال عامل محطه والنني طالع من جنبي وممكن احمد فتحي وممكن، يبقى انت لازم تكون بتهاجم بست سبع لعيبه. صحيح يا كابتن. والا انت مش هتوصل. صحيح. لان انت في الاخر برضو احنا عايزين نكسب. والله بستخسرك كابتن وليد ان انت مش مدير فني دي يعني. يا عم ليه بعدت على الحته دي؟ يا عم حلو انا قاعد جنبك اهو. منورني على طول. لكن كابتن وليد دايما بطريقه ادائه وبطريقه لعبه ايام ما كان بيلعب هو محب للكره الحلوه والحته الهجوميه مش يعني طبعا. ولكن يعني هو ديفرنت موجود او اختلاف موجود مع مستر كوبر، انت بتأيده ولا انت معارضه؟ انا دايما بحب العب كل مباراه بسيناريو مختلف. يعني انا ما ينفعش مستحيل وانا بلعب غانا زي ما اكون وانا بلعب كونغو. انا دي استراتيجيتي في اللعب، انا ما لعبش كل الناس بنفس، يعني انا ممكن اعمل القصه دي في مباراه معينه، انا هلعب مع غانا في غانا او هلعب مع اوغندا في اوغندا، ممكن اعمل كده، لكن ابقى مدي مهام، هي دي النقطه. لكن ما ينفعش اعمل كده بقى على ملعبي يعني. صحيح. انا يعني هي الفكره انت بتلعب مين وقوته بالنسبه لك ايه، ما انت بتقيسها برضه. وبعدين في حاجه، في مدربين من كتر ما هم بيدافعوا ومن كتر ما هم بياخدوا استراتيجيه دفاعيه هي بتبقى ايه، بتبقى لزقت فيهم، فما بيحسش، ما بيعرفش يعمل السنس ده. فاهم يا كابتن فاروق؟ يعني هي الفكره ايه، انت ممكن تكسب من بدري، ليه اخر الفوز؟ يعني ليه أأخر الفوز للدقيقة 80 و90؟ صحيح. طب ما أنا هي الفرقة أقل مني، لو أنا ضغطت عليها من الأول ما نكسب مكسب مستريح. يعني إيه اللي يخليني بدل مكسب واحد ما أكسبش خمسة ليه؟ ما أكسبش ستة ليه؟ صحيح. وده في بعض الناس بتقوله على طول دايماً للمدربين اللي بيعتمدوا على الدفاع، أنا لما ألاقي فرقة، يعني النهاردة مثال صريح، ليفربول اول ربع ساعه بص 0-0 بس تحس ان هم مكسرين الارسنال. صحيح. كل شويه الكره تيجي لسانشيز، ايه ده سانشيز بيلعب؟ مفيش يعني الكاميرا جت عليه اصلا يا عيني، مش قادر. مش موجود. جابوا جول ليفربول، عملوا ايه؟ راحوا كابسين الجول التاني الجول التالت. ليه؟ لان طالما انا شايف الفرقه اللي قدامي خلاص بلغه الكره واقعه او انا راكبها، طب ما خلص، هي دي النقطه. فانا الفكره ان انا ما لعبش كل الفرق بنفس الاستراتيجيه. يعني انا مثلا كنادي اهلي، نروح للنادي الاهلي شويه مثلا، انا هروح الاعب الترجي بره في تونس، هل يبقى نفس السيناريو مع كامل الاحترام طبعا زي ما لاعب مثلا الاسيوطي هنا؟ لا طبعا، مش ممكن يعني. صحيح. ففي مدربين يقول لك ايه، لا انا هي نفس الاستراتيجيه يا عم، حتى لو بتلعب في فرق امكاني، يقول لك هرد نص ملعبي وهلعب، انا متعود على كده ومامن نفسي خلاص يعني. لكن انت بتقول لي انا من مدرسه ايه؟ لا انا من مدرسه ان انا بقيس الفرقه اللي قدامي واشوف امكانياتي معاها ايه. انا شايف ان النادي الاهلي ما يلعبش نص ملعب او ما يلعبش زون الا مع فرقه او اتنين في الموسم كله. في الموسم كله تمام. اقدر العب كده مع الزمالك، اقدر العب كده مع الترجي في النهائي، اقدر العب نهائي مثلا افريقيا كده، لكن بقيه الموسم كله انا اعلى، امكانياتي اعلى، اللياقه البدنيه بتاعتي اعلى، خبراتي اعلى بكتير، اقدر اضغط على اي فرقه، اكسب من بدري والعب جيم كويس والعب جيم كمان حلو واكسب بسكور وافرح جماهيري وابقى انا كمان ايه باخد دفعه معنويه. صحيح يا كابتن. تشكيل متوقع كابتن من وجهه نظرك لمنتخبنا؟ اظن ان شريف اكرامي، معرفش برضو في حراسه المرمى هيعملوا ايه، لكن انا اشوف ان شريف ماشي مع النادي الاهلي في نهائي الكاس ماشي بشكل كويس طبعا، وكلهم عصام الحضري خبره كبيره، والشناوي خبره كبيره، يعني الناس اللي موجوده كلها، اي حد يحرس من مرمى منتخب مصر، الثلاثه كلهم حسب الحاله اللي موجوده، لان الثلاثه كامكانيات عاليين، لكن حالتهم ايه يوم المباراه ما نعرفش يعني. دي كوره. لكن احمد فتحي باك رايت، محمود عزت، حجازي، مين اللي موجودين السردباكات مع حجازي ومحمود عزت؟ نجيب راح، نجيب عبد الشافي شمال، رامي ربيعه موجود يا كابتن. رامي ممكن ربيع. رامي وحجازي. يبقى فتحي، رامي، حجازي، عبد الشافي، طارق حامد والنني، محمد صلاح، عبد الله السعيد. انت بتقولي
تشكيل انا ولا هو الراجل هيلعب ازاي؟ انت اللي انت متخيل ان هو يعني هيلعب لا اللي مستر كوبر هيلعب انت عايز تلعب بتشكيله ثانيه يا كابتن مثلا انا بغير بعض الافراد. طب ماشي اللي هو قالها اللي هو انت هو بيلعب يعني هو بيحب مستر كوبر يلعب بنني وطارق حامد ويلعب بصلاح وعبد الله وتريزيجيه وعمرو جمال. جمال يعني غالبا دول اللي ممكن يكونوا او كهربا يعني بس اظن ان عمرو جمال ممكن يبقى محطه وتجربه كهربا في تونس ما كانتش كويسه واظن ان عمرو جمال بعد الاحتراف والمباراه ليه متالق رقم 10 كابتن مع بيفيست النهارده اظن ان هي تبقى كده لكن انا ممكن اعمل تعديل او اتنين يعني انا ممكن اعمل تعديل مثلا احط رمضان مكان تريزيجيه عشان يبقى عندي حس النقله ناحيه برضه هجوميه شويه يعني يبقى برضه في ناحيه مهاريه يعني محمد صلاح بيستخدم السرعات صحيح وتريزيجيه بيستخدم السرعات. وعبد الله في وسطهم عبد الله عايز حد يلعب معاه كوره فيعني ممكن رمضان يبتدي تريزيجيه ياخد الشوط الثاني ممكن وبعد كده حسب سيناريو المباراه اقدر يعني اغير زي ما انا عايز انا عندي عمر جابر يقدر ينزل واضم احمد فتحي في نص الملعب والعب بثلاث ديفندرات عندي يعني عنده تغيير ده منتخب مصر صحيح. عندك مليون ممكن اقول لك مليون طريقه نلعب بيها لكن هو الراجل بيلعب ازاي 4 2 3 1 يعني صريحه معروفه وبيرد في نص الملعب ويلعب على الهجمات المرتده اتمنى من النني انه يزيد شويه عشان يدينا دفعه هجوميه كثافه هجوميه ويا رب ان شاء الله, شاء الله يا رب بس السيناريو يمشي زي ما احنا عايزين يمشي زي ما احنا عايزين فانت توصل لمباراه غانا وانت مش محتاجك بالظبط هي دي النقطه بالزبط. المهمه واللي احنا نتمناها طبعا نكون مستريحين بقى بالزبط. المشروع القومي اللي احنا بقالنا سنين عايزينه من 90 عشان بس ايه حته الهدف بتاع كاس العالم ده نتخلص منه بقى كابتن مجدي امبارح كان كابتن مجدي الرايه العموميه راضي لا يقول لك انا موجود بقى عضو مجلس اداره بس هو ممكن ما يخليش حد يجيب جوان يعني نروح كاس العالم ونتعادل ثلاث ماتشات جوان في كاس العالم كابتن وليد بس اسمحك بس معايا حازم البرعي زميلنا من قناه الاهلي وكان موجود النهارده في استاد التيت او معسكر النادي الاهلي وتدريباته النهارده قول لنا تفاصيل النهارده تدريب اتفضل يا حازم تحياتي لك كابتن فاروق وتحياتي لكابتن وليد صلاح تحياتنا ليك اهلا بيك ايه الاخبار النهارده في التدريبات يا حازم يعني بالنسبه للاعبين والتدريب ونوع التدريب النهارده الاهلي ابتدى معسكره المغلق في مشروع الهدف اتدرب النهارده على فتره صباحيه كانت عباره عن تدريبات تقويه في الجيم التدريب الاساسي كان بدا الساعه 5 حضروا جميع اللاعبين اللي هم الموجودين طبعا بعيد عن اللعيبه الدوليين النهارده كان موجود في التدريبات كله زي ما بقول لحضرتك يا كابتن جه وليد سليمان جونيور اشاييه انضموا للتدريبات النهارده بس ادوا تدريبات تاهيليه وجري حوالين الملعب برضه اسلام محارب كان فيه شد خفيف بس هو ان شاء الله باذن الله هيشارك في التدريبات من بكره كابتن حسام البدري ركز في التدريب النهارده اللي بدا بفقرات الاحماء بعد كده تدريبات بالكوره ركز فيها كابتن حسام على الضغط واللعب من لمسه واحده وبعد كده نهى التدريب بتقسيمه في نص الملعب ظهر فيها كل اللعيبه بصراحه بمنظر كويس جدا يا كابتن وكان كله بيتسابق على ان هو يبقى شكله حلو في الملعب. طيب بالنسبه للماتشات الوديه يعني كلمت مع كابتن حسام او عرفت اخبار عن الفرق اللي هيلاعبها النادي الاهلي بالنسبه للمباريات الوديه؟ هو الاكيد لحد دلوقتي في ماتش يوم الاربعاء ان شاء الله يوم 30 اغسطس مع نادي النصر. النصر الاكيد لحد دلوقتي بالظبط. الاثنين يعني في منصوره تقريبا يعني معلومات الى حد ما حازم ولا ما وصلتلكش المعلومه دي؟ هو انا سالتهم النهارده لسه مش اكيد يا كابتن لسه ما فيش تاكيد ليها بس هيتحدد خلال الايام اللي جايه بكره او بعد ان شاء الله باذن الله. هو مده المعسكر عندك 10 ايام مظبوط؟ هو لحد يوم 3 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. في النهارده كان في اجازه في النص حازم ولا مفيش؟ في اجازه اول يوم العيد ان شاء الله. اوكي عشان طبعا العيد احنا داخلين عليه. هو في الاربع تدريب في مباراه وديه يوم الاربع في تدريب يوم الخميس. اجازه اول ايام العيد وبعد كده هيستأنف التدريبات تاني من ثاني يوم العيد. طيب بالنسبه يمكن كابتن حسام بدري المعلومه اللي وصلت لي ان حته الاوزان وان طبعا احنا داخلين على العيد والاكل والشرب والكلام ده اتكلم فيها مع اللعيبه وانت يمكن وصلت لك المعلومه دي برضه حازم ولا لا؟ اكيد شدد عليها كابتن حسام البدري ان
في عقوبات وفي غرامات للاعيبه في حاله زياده الوزن. انت عارف يا كابتن في العيد في ممكن مع اجازه اول يوم لا وفي وكان في اسبوع اجازه كمان فالدنيا كانت مفتوحه برضه. هو بدا في قبل اول تمرين يوم الاربعاء اللي فات بدا بالاوزان وعمل قياسات للاوزان. لا في طبعا كوارث ولا ايه؟ كابتن وليد طبعا انت عارف يا كابتن يعني طبعا كوره وعارف بعد الاجازه اللي هيفضل طبعا طبعا لكن الامور تمام يعني يا حازم في المعسكر الامور ماشيه بشكل كويس الحمد لله. لا الحمد لله تمام. والنهارده في اثنين لعيبه ناشئين هم بقى لهم فتره بيتدربوا مع الفريق يعني يعتبروا من الفريق اساسي زي احمد ياسر ريان واحمد رمضان بكر وحارسين للمرمى بس اللي اتمرنوا النهارده احمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي. طيب دي كل الاجواء اللي كانت في التدريب يعني بشكرك حازم طبعا يعني وجودك معنا وتقول لنا كل التفاصيل الخاصه طبعا بمعسكر النادي الاهلي بمشروع الهدف اكيد طبعا استعدادا لمباراه طلائع الجيش في اولى مبارياته وايضا مباراه ترجي كابتن وليد نخش بقى في النادي الاهلي واستعدادات الموسم بقى خلاص احنا يعني داخلين على الموسم الجديد بالنسبه للدوري الممتاز وايضا مباراه مهمه هي مباراه ترجي كابتن وليد. طبعا مهم جدا النادي الاهلي بيقفل القائمه بتاعته ومهم جدا ان هو يعني الساده المشاهدين يتعرفوا او جماهير النادي الاهلي تتعرف على قائمه النادي الاهلي. مهم جدا ان النادي الاهلي يحط بقى الاستراتيجيه بتاعته. سمعنا عن اخبار ان الكابتن حسام بيفكر في كمان استخدام طريقه تانية غير 4-2-3-1 بيفكر يعني سمعنا الاخبار دي ما نعرفش اذا كان ايه صحتها كان اتكلم عليها كابتن في في الموسم ان هو مش ده التوقيت. انا بفكر لكن مش ده التوقيت لكن اتكلم بعد انتهاء الموسم قال ان هو ممكن يستخدم طريقه 4-3-3 بما ان هو استقدم لعيبه تقدر تلعبها بشكل كويس يعني هو اتكلم حتى على فكره ان ممكن بوجود هشام محمد وبوجود اسلام محارب وبوجود كمان صالح جمعه في تفكير ان يلعب صالح جمعه مع عبد الله السعيد ويقلب الطريقه ل 4-3-3 يعني يبقى مثلا حسام عاشور وعلى يمينه عبد الله وعلى شماله صالح جمعه ويلعب بثلاثه قدام كلها وجهات نظر ممكن يلعب وليد ازارو ومؤمن زكريا او وليد سليمان ناحيه اليمين ويلعب اجايه ناحيه الشمال ويلعب بثلاث ديفندرات منهم واحد ثابت كحسام عاشور واثنين بيتقدموا كصالح جمعه وعبد الله السعيد. كل دي امور متاحه للكابتن حسام لكن اهم حاجه ان الناس تعرف ان فتره الاعداد هي معموله عشان كده. صحيح انا النهارده عندي ماتش النصر اجرب، ماتش المنصوره اجرب، اولف، اعمل تجانس، ابتدي احط ده هنا، احط ده هنا، ممكن هشام محمد وفي قلبهم هشام محمد واسلام محارب على الطرفين وفي قلبهم حسام عاشور ممكن. ممكن يدخل حسام عاشور وعمر السولية على يمينه وإسلام محارب على شماله وممكن هشام محمد على يمينه وهكذا يعني تقدر تعمل كذا طريقة تقدر تحط مثلا حسام عاشور في القلب ويبقى هشام محمد على اليمين وصالح جمعة على الشمال أدي ثلاثة وتلعب بثلاثة قدام يعني بص عندك النادي الأهلي ما شاء الله احنا قلنا قبل كده ثلاث فرق كل مركز فيه ثلاث لعيبة الثلاثة أحسن من بعض صحيح. أحسن من بعض فعلا يعني الأمانة يعني مثلا تروح ناحية الطرف اليمين قدام تلاقي وليد سليمان تلاقي أحمد الشيخ تلاقي مثلا ميدو جابر أو حمودي أو عمرو بركات ما شاء الله ثلاثة وأربعة يعني هايلين. تروح دلوقتي في الحتة اللي تحت الفراودة عندك عبد الله السعيد عندك صالح جمعة عندك هشام محمد بيعملها بشكل كويس قوي ثلاثة أربعة عندك عمرو بركات تروح ناحية الشمال عندك أجاييه وعندك مؤمن زكريا وعندك إسلام محارب يعني هنقعد نعد ما شاء الله النادي الأهلي وكريم نيدفيد طبعا وكل الأسماء اللي موجودة سواء القديمة أو الجديدة نفس الوضع في رؤوس الحربة وليد أزارو هيكون مهاجم ليه شكل عماد متعب بيجدد مع النادي الأهلي عودة مروان محسن بعد قليل جدا هيكون موجود مع النادي الأهلي أجاييه كمان بيلعبها يعني عندك أربعة خمسة أنت محتاج واحد بس إن هو يبتدي المباراة فبالتالي النادي الاهلي في كل مكان عنده ما شاء الله عدد هو بس حته السردباك اللي لسه لغايه دلوقتي يعني اذا كان ايمن اشرف هيدخل يلعب المكان ده ماشي لكن يعني اذا قدر النادي الاهلي انه يستقدم سردباك قوي الجمهور كمان يا كابتن بتسائل على الجزئيه دي الرؤيه نفسها في الدوري او مين هيجيب من بره برضه الامور دي احنا النادي الاهلي كان بيفكر في احمد الصالح طبعا كابتن منتخب سوريا ولعيب كبير ومحترف فيه عمر الميداني برضه كان تقريبا لعيب في حتى الاماراتي كلهم ينطبق عليهم فكره ان هم مش اجانب انت عندك لسه ورقه رابعه
في الافارقه انت عندك وليد ازارو وعندك اجايي وعندك علي معلول ثلاث اجانب واحد تقدر تجيب كمان واحد ويبقى فيه منافسه ممكن تجيبه سردباك اوروبي ممكن تجيبه يعني النادي الاهلي هو يقدر على اي حاجه النادي الاهلي والخزنه مفتوحه والمهندس محمود طاهر ما بيتاخرش عن دعم الفريق لكن في الاخر الجهاز الفني هو اللي بيطلب الجهاز الفني طلب لعيب تونسي جزائري مغربي اوروبي خالص شمال افريقيا افريقيا السمراء كوت ديفوار ساحل عاج يعني النادي الاهلي عنده طبعا سمسره كتير ووكره كتير وناس بتعرض والنادي الاهلي عنده رؤيه لناس كتير وكابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض والناس اللي شغاله مع كابتن حسام عندهم عين كويسه وعندهم رؤيه يقدروا ممكن تبقى الصفقه الرابعه سردباك يكون موجود ودايما يكون موجود في السكور على حساب حد صحيح مفيش مشكله يعني بس اهم حاجه ان النادي الاهلي يقفل كل المفاتيح لان في الاخر انا برضو ما احبش ان يكون في مركز يعني بلغه الكره كده واقع من النادي الاهلي برضو ثلاث سردباكات في ظل ان في ساعات رامي بيكون عنده إصابة ساعات بيكون سعد عنده تجنيد في الجيش ساعات نجيب بيكون برضو مش مكتمل الشفاء ممكن المكان ده بيبقى فيه اللعب بخشونة المكان ده بيبقى فيه ضرب كتير بيبقى فيه إنذارات كتير بيبقى فيه إصابات كتير يعني لكن ممكن أيمن أشرف برضو يخش يسد في المكان ده الرؤية للكابتن حسام إن شاء الله كابتن كل التوفيق ليهم إن شاء الله في المباريات القادمة خصوصا بقى البدايه الموسم لان دي بتبقى صعبه البدايه والانطلاقه بتبقى صعبه وايضا مباراه الترجي اللي احنا بننتظرها ان شاء الله تكون مباراه جيده كابتن وليد بشكرك ونورت شرفت من التميز كده في البرنامج بتاعك الجديد برنامج الاذاعي يعني اكيد كابتن وليد بمعلوماته بثقافته بتحليله الفني اكيد هيبقى برنامج ممتع بس هو مش كنت الصبح كابتن وانا صراحه لا انت مش بتاع الصبح ولا بس يعني لا 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 هو من 8 ل 10 انا كنت اوقات كنت قبلك كابتن المكان ده بتبقى صعبه جدا ربنا يكون في عونك هو من 8 ل 10 في اذاعه الشباب والرياضه ان شاء الله كل الناس تسمعنا بقى بس انا هاجي ضيف والله بس انت صحيني بس صحيني مش هتقعد انت تستمر بالظبط كابتن نهار شرفت كابتن وليد اشكركم طبعا يعني اكيد بكل الشكر للجمعيه العموميه طبعا لازم اكرر الشكر ليها وجودها امبارح واول امبارح وبيأكدوا قد ايه النادي الاهلي ده نادي كبير وهو ده اللي احنا كنا منتظرين منه لجمعيه العموميه ننتظر بقى مش دي مشكلتنا كجمعيه عموميه مشكلتنا ان احنا نلبي النداء وفعلا ده حصل من خلال الجمعيه العموميه ان شاء الله بعد الفاصل هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير انتظروه ما تروحوش لبعيد.